بما العالم مشغول ومرتبك من جراء انتشار مرض كورونا الذي حصد عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف دول العالم، ورغم أن التحالف العربي أعلن عن وقف إطلاق النار بسبب الظروف التي حلت على معظم الدول العربية والعالمية، إلا أننا نجد أو نستغرب من أن الحوثيون لا زالوا يمارسون اختراق وقف إطلاق النار كما هي عادتهم في كل عملية إيقاف لإطلاق النار. يستغلون هذه الفرصة لإحراز تقدمات عسكرية على الأرض. هؤلاء الجماعة طبعا لا ترقى أو لا تشعر بالمسؤولية الإنسانية تجاه ما يحصل في العالم.